لو الحكاية فيها إن فيديو. السلام عليكم. السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ مستشار طرق بحضرتك. طب سيادة المستشار، النهارده انتخابات اللجنة الفرعية في البحر الأحمر تحت إشراف نقابة السويس. لا، هي تابعة لنقابة السويس، مفيش لجنة فرعية في البحر. طيب. في تابعة لجنة السويس، النقابة الفرعية اللي تابعة ليها السويس. طيب، النهارده كم واحد ليهم حق الترشيح؟ 317. طب نسبة الإقبال، يعني اللجنة بدأت من الساعة 9 صباحا لغاية دلوقتي. 9، ولكن ما زال طبعا الإقبال ضعيف عشان النهارده الجمعة، والناس طبعا بتروح تصلي، متوقع إنها بعد الصلاة تزيد شوية. تزيد. طب الانتخابات يومين؟ يومين، النهارده وبكرة. شكرا سيادة المستشار. تحت أمرك، تحت أمرك، اتفضل، شرفتك. شكرا جزيلا. Vivo.